السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى فيديو جديد من فيديوهات قناة السيد عمر. رح أحاول أخفف سرعتي بالحكي قدر الإمكان. المهم هذا الفيديو ما بدي أحكي فيه عن لعبة معينة وأحطها تحت المجهر مثل ما بنسوي بالعادة، وإنما بدي أحكي عن أكثر من لعبة، يعني بدي أفضفض شوي عن الألعاب. المهم مرة بهالزمانات كانت شركة إيبك جيمز، إذا بتعرفوها هي تبعت الفورتنايت، منزلة لعبة أمونج أس ببلاش. فقلت في حالي يلا كويس، منه مننزل اللعبة ببلاش ومنه كمان بنعمل عليها فيديو إنه قاعدين مننزلها أساس، ومع إنه اللعبة صراحة أنا مبشتريهاش بفرنك، بس سعرها كان حسب كلام الإيبك جيمز إنه 4 يورو. المهم طبعا هي على الحاسوب ب 4 يورو، بس هي المفروض تنزلها على الموبايل او على الايباد او التابلت ببلاش يعني. المهم قلت يلا ما هي الشغلة ببلاش خلينا ننزلها، فاجينا نزلناها وسجلنا عليها هذا الفيديو. المهم يوم بلشت اللعبة وانه اللعبة بقول بدها تسجل دخول يا حبيبي، يعني يا اما بتلعب كضيف او بدك تسجل دخول، يعني مع انهم حاطين انه الواحد بيقدر يلعبها وعمره 6 سنين، بس حاطين كمان انه لازم تعمل تسجيل او بتلعب كضيف. طيب قلت خليني اسجل والله اشوف شو هالميزات اللي بدهم يعطوني اياها اذا سجلت دخول، ولهم بدهم على التسجيل شغلة 50 يمكن او 60 سنة، ما بتذكر صراحة قديش بدهم، لانهم ارسلوا الرابط على الايميل والرابط كان له صلاحية محددة، كانت بوقت معين يعني بعد شوية وقت بنتهي الرابط. طبعا الوقت انتهى واني طبعا بس شفت انه الشغلة فيها دفع قلت اكيد ما راح ادفع لهم ولو بيموتوا، وما فيني اعمل تسجيل لهالعملية لانه السيد عمر الضايق من كثرة الملفات الموجودة على الكمبيوتر، فطلع بفكرة ذكية كثير وقام حذف كل الملفات الموجودة على الكمبيوتر من أساسه بدون ما يشيل أي برامج ويتعب حاله باللاعي الفاضي هذا، يعني حذف كل شيء برامج أو كل شيء ملفات موجودة على الكمبيوتر، يعني جاب أجل النظام أو سوى مثل هذا الزلمة يوم كان بده يطبع كم حرف بس الكمبيوتر ما جاوبه فإجى تفاهم معه بالطريقة تبعه. إيه هاي أول معاناة. Among Us صار بدها اشتراك بريميوم، قلت يلا ما لناش نصيب نلعب خلينا نتفرج على التلفزيون. جينا فتحنا على نتفليكس وهم بيقولوا اشتراكك انتهى وحتى تتفرج على خدمة البريميوم تبعنا لازم تدفع. هسا على نتفليكس كنا عارفين دواها على فترة، لأنهم كانوا يعرضوا الحساب مدة شهر مجاني، فكنا نعمل احنا كل شهر ايميل جديد لحد ما تواقعت النتفليكس ولغت الشهر المجاني. يعني هم كانوا يعطوك انه 4 حسابات ل4 اشخاص او حساب فيك تشغله ل4 اشخاص، فاحنا كنا 4 كنا نتداور على كل واحد نحط ايميل لشهر معين، وهيك لحد ما توقعت النتفليكس مثل ما قلت لكم ولغت الشهر المجاني. شوف على المسخره، يعني احنا قاعدين نتعب حالنا ونعمل ايميلات ونتهاوش كل مره على الدور مشان يجي واخر شيء يلغي الشهر المجاني. لا مو بس هيك، يعني كمان اول شيء ال4 حسابات كان بدك تدفع عليهم قديش؟ كان بدك تدفع عليهم بس 14 يورو، واسع صار لازم تدفع قديش؟ 18 يورو، يعني زادوها 4 يورو. يعني صلبط عينك عينك. ايه. قلنا بسيطة يلا، ما لناش نصيب نتفرج على نتفليكس، فلغينا الاشتراك اللي كان مجاني اساسا. بس بعد شوي الواحد بمل، وما اعرف شو بدي اسوي. اجيت قلت خليني اسمع موسيقى، ففتحت جوجل ميوزك. وانا بقول لي وقفنا جوجل ميوزك، استخدم يوتيوب ميوزك بريميوم عفوا. واني بس شفت كلمة بريميوم قلت اكيد هذول بدهم مصاري، واني اكيد مش راح ادفع لهم مصاري لو يخوضوا راسهم بالحيط، فماني مسجل لو تطلع براسهم شجرة، فبطلت اسمع موسيقى من الاساس. بعدين قلت خليني اشوف لي شوية فيديوهات للتسلية، فتحت اليوتيوب وانه كل شوي بطلع لي اشتراك في يوتيوب بريميوم، اشترك في يوتيوب بريميوم اوف، وبعدين مع اليوتيوب بريميوم لا، واليوتيوب كمان زود على الاخر، يعني صار يحط بدال الاعلانين 3 مرة واحدة، وانت ما فيك غير تتفرج تحت رحمة اليوتيوب او فيك تدفع مشان البريميوم. يا الهي شو هالبريميوم هذا، وين ما تروح صرت تدعثر فيه. قلت شو بدي بسوالف هاي كلها، خليني العب لي دك فورتنايت احسن لي، وانه فورتنايت كمان فاتحت لي خدمة بريميوم وبتكلف 12 يورو بالشهر، وحتى روبلوكس كمان فيها نفس السلافة. لا والأحلى من هيك إنه البريميوم درجات كمان، يعني في بريميوم على قولات باري هاي كلاس، وفي بريميوم الفقراء، وفي بريميوم الناس العاديين.
العبه هاي بريميوم هيك. طيب شلون اللي ما عنده بريميوم شو بكون وضعه؟ كأنه بفكروك انه متسول هذا الزلمه. يعني هسه شلون صارت حياة الواحد اذا بدك تعيش حياة الهاي كلاس؟ بدك تتفرج على نتفليكس مثلا بدك تدفع 18 يورو بالشهر، واذا بدك تشترك في يوتيوب بريميوم حتى تتفرج على الفيديوهات براحتك بدك تدفع 12 يورو بالشهر، هاي صار عندك 30 يورو بالشهر. واذا بدك تلعب فورتنايت كمان مثل الناس كمان بدك تدفع 12 يورو بالشهر، هاي صار 42 يورو. واذا بدك تشترك بالروبلوكس كمان بدك تدفع 5 يورو، هاي صار 47 يورو. وهاي الخمسة يورو حساب بريميوم تبع الفقراء، يعني اذا بدك بريميوم هاي كلاس بدك شي 20 يورو. واخر شي كمان اذا بدك تلعب امونج اس، تخيل تلعب امونج اس بدك تدفع شي يورو واحد، يعني بدك شي 48 يورو. يعني بدك تدفع 48 يورو حتى تعيش حياة انسان بريميوم فقير. هذا بريميوم يعني الانسان الفقير، مش الانسان البريميوم العادي الهاي كلاس، بريميوم العادي هذا لا. واذا ما عملت حساب بريميوم شي لعبة وقعدت مع اصحابك كلهم بصيروا يطلوا عليك كأنهم قرفانين منك وكأنك صورة منبوذ لانك ما اشتركت بالبريميوم. يعني هسا بدي ادفع شي 50 يورو او اكثر مشان اشعر شعور الانسان البريميوم. لا والله ماني دافع، ماني دافع. طيب من ناحية الافلام انا مطمن صراحة، لانه عندنا تطبيق عمر فليكس، تطبيق لاجهزة الاندرويد بيغنيك عن النتفليكس واشتراكاته، وحتى بيغنيك عن اليوتيوب كمان. كل اللي عليك انك تنزله من الرابط الموجود بالوصف وتبحث عن اي فيلم وتشوفه مباشرة بدون اعلانات وبدون اشتراك بريميوم. او بالنسبة للموسيقى مالك غير تحمل الغناني حتى تشوفها بالمستقبل، احسن ما تشوف الاعلان كل مرة بتفتح فيه الغناية. او بالنسبة للالعاب لا تلعب امونج اس والعب الالعاب الباقية على الحساب العادي وخليك فقير شو يعني، وبعدين الا ما رب العالمين يفتحها عليك. بس حتى لو رب العالمين فتح عليك دير بالك تشترك بالبريميوم، لانه صراحة البريميوم صار عقدة عندي. يعني كل موقع بده بريميوم، وبعدين مع السوالف هاي يا اخي انا ما بديش بريميوم، بدي حساب عادي. واذا ما بدكم تعملوا الحساب عادي بنناقص منكم موقعكم. طيب هيك فضفضت شوي وحكيت شوي على الالعاب. طبعا هذا الفيديو عملته بطريقه ثانيه، يعني ما سجلته دغري وانما كتبت النص، يعني كتبت الكلمات اللي بدي اقولها بعدين سجلت الصوت وبعدين حطيت الصور والفيديوهات والرياكشنات مثل ما بقول عليه. يعني الفيديو لبكنا كثير، مشان هيك اذا عجبك الفيديو طق لي اعجاب واشتراك واكتب لي في التعليقات رايك هيك فيديوهات احسن، ولا نضل نعمل فيديوهات عن الالعاب مثل وور باث وفورتنايت وغيرك من الالعاب. طيب خليني اوقف الفيديو هون، ورابط تطبيق عمر فليكس موجود بالوصف اذا حاب تحمله. طبعا البرنامج حاليا بس متاح لاجهزة الاندرويد، اما بالنسبة لاجهزة الابل فبس احنا نفعل خدمة البريميوم ان شاء الله بحط لكم اياه. طيب لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة. شكرا متابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.